اللي جاي ده بقى حكايه لطيفه قوي، تقرير عن اسماء جمال، اسمها اسماء جمال، هي واحده كده اسمها اسماء جمال بيلقبوها بالجوكر، هي مدربه كيك بوكسنج بالاتحاد المصري للعبه، مهتمه او اهتمت الفتره الاخيره دي انها تدرب الفتيات على اللعبه. بس انهي فتيات؟ الفتيات في المناطق الشعبيه وبالتحديد شبرا. شبرا شبرا كلها ابطال رجال ونساء. فراحت شبرا وبدات تدرب الفتيات على الفنون القتاليه، وهدفها انها تقدم لاعبات مميزات في هذه اللعبه للاتحاد المصري ويكونوا ممثلين لمصر في البطولات ويعملوا نجاحات كبيره جدا. نشوف تقرير عن هذه المراه التي تسمى بالمراه الحديديه، وبعدها نطلع لفاصل ونرجع مع الكابتن الكبير كابتن ابراهيم صلاح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق. خليكم معنا. الموضوع بدأ معايا اللي انا كنت مثلا في سني 12 13 سنه بلعب عادي، يعني فيتنس عادي في جيمات. بعدين بدأت اتعرف على كابتن مجدي بتاع كمال اجسام، يعني اتمرنت معاه فتره في الوقت ده، في السن ده كان المجال ما فيهوش بنات كتير، فبدأت ان انا اشتغل في المجال مع الكابتن ومسكت الجيم بتاعه والكلام ده كله. بعديها بقى خلصت التعليم دخلت اداب علم النفس. الفكره في موضوع اداب علم النفس اللي هو بيخليك تدمج يعني ايه علم النفس في الرياضه، فبيخليك تقدر ان انت تسيطر على الكلاينت بتوعك، اللي انت تقنعهم اللي هم لازم يتغيروا، عشان يتغيروا لازم تفكيرهم يتغير قبل جسمهم ما يتغير. التحديات بقى اللي قابلتني، اللي انا كنت يعني كنت متجوزه وهو اتوفى في الفتره دي بعديه على طول، فخدت الموضوع بالنسبه لي كتحدي، اللي انا خلاص انا هتحدى كل حاجه وهبدا اشتغل في المجال ده. دخلت في موضوع الكونغ فو الاول، كان لسه سن صغير. بعدين بعدها دخلت الكيك بوكسنج. بعد الكيك بوكسنج بدات ان انا لا انا عايز اطور من نفسي او ادخل في المجال ده اكتر. بدات ان انا احس ان انا بلعب مثلا كيك بوكسنج ده ايد ورجل، بنلعب ايد ورجل، فحسيت ان البوكس عندي اللي هي الملاكمه مش قوي، فبدات اتعرف على كباتن اعلى بكتير، يعني مثلا كابتن كاميتشو مدرب ملاكمه، فبدات العب ملاكمه بس لحد ما الضربات عندي بتاعه الايد بقت كويسه. بعدين عايز العب اصلا مواي تاي مع كابتن تاني عشان ضربات الرجل. لعبت مواي تاي وكيك بوكسنج مع كابتن عزت الغضريفي، في الوقت ده كان ماسك اتحاد كيك بوكسنج في مصر. بعد الفتره دي قلت الليفل اعلى من كده اللي انا اخش الاتحاد كمدربه. دخلت الاتحاد وخدت التدريب وعملت كارنيه الاتحاد وبقيت امرن البنات ونطلع بطولات. طلعت كذا بطولة ومعايا البنات هنا الفريق بتاعي، يعني كلهم شاركوا في كذا بطولة قبل كده. أي حد لازم يعني يقول لحد انجح لازم هو يبقى ناجح، فده خلاني في أول حاجة قلت أنا مش هشتغل في جيمات تاني أو في أكاديميات، أنا هفتح مكان صغير هلم فيه كل البنات اللي يتمرنوا معايا كان عددهم كويس. فبدأت أفتح الجوكر، كان في مكان هنا جنبنا بس مكان صغير أصغر من ده بكتير. بدأ يطلع من تحت ايدي ناس كويسة، سواء مثلا ناس بتخس، ناس بتضخم، ترسم شكل شيب. بعد ما بأهلهم واظبط لهم جسمهم كنت بدخلهم اقنعهم ان هم يلعبوا فنون قتالية لانهم ما عندهمش الثقافة دي. احنا هنا في شبرا مفيش موضوع ان الست تروح جيم او بنت تلعب كيك بوكسنج او سيلف ديفنس، يعني ايه انت المفروض لو حد كلمك في الشارع ما ترديش امشي. الموضوع بقى اوفر بقى بزيادة هنا، فده خلى البنات عايزة تدافع عن نفسها. او دلوقتي كل السوشيال ميديا ماسك حته الكلافز الشو التصوير، فهم حبوا الموضوع. اللي خلاني في المنطقه الشعبيه مش عايز اطلع منها اللي هي شبرا، اللي البنات ما عندهمش هنا في المنطقه ما حدش مهتم بالمجال ده، يعني كله بيشغل مثلا اكتريته رجاله مش سيدات. فبدات اتشهر، هم اللي بيقولوا لبعض كابتن اسماء، فبدا اسمع، فلا انا هفضل موجوده، هم اللي بيقولوا لي لا ما تمشيش لازم تمعنا، يعني في نفس المنطقه. نفسي يبقى عندي فروع كتير للجوكر وتكون نفس الخطوات، يعني لان انا من 4 سنين كنت كاتبه كومنت كده على الفيس عندي اللي انا كان يعني نفسي يبقى عندي الجوكر بناته بس. فانا عايزه اقول لكل بنت اللي انت تقدري تغيري من نفسك مهما كان سنك، لان الرياضه مش مرتبطه بسن ولا نوع،
بل بالعكس الست عندها قدرة اللي هي تشتغل وتتمرن وتدرس وتعمل كذا حاجة في وقت واحد.